السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباحكم الله بكل خير مشاهدينا ومستمعينا وإن شاء الله اليوم يكون جميل عليكم جميعا نفس ما عودناكم في برنامج الصباح الواحد تكون عندنا تغطية للفعاليات اليومية اللي صايرة في الدوحة وأيضا فقراتنا الخارجية واليوم فقراتنا الخارجية بتكون متنوعة ونفس ما عودناكم تكون معنا ضيفاتنا في الاستديو عندنا مواضيع مختلفة نقشها وياهم ولكن البداية

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحييكم من مقر بعثة الحج القطرية. إن شاء الله هالسنة بنكون معاكم أنا وأخوي أحمد شمري وكل طاقم فريق قناة الريان موجودين لتغطية موسم الحج في هذه السنة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بإذن الله. نعم إن شاء الله يا رب يا صباح مشاهدينا الكرام بننقل لكم أحوال الحجاج، أمورهم أيضا بنحاول ننقل لكم أثناء أداء مناسك الحج بالإضافة إلى بعض المفاجآت. اللي مثل ما تعودتوا على قناه الريان ان شاء الله بنوفرها لكم. هناك العديد من المفاجات اخوي احمد بالاضافه الى نقلنا لكل الاحداث اللي قاعد تصير عندنا مع اخواننا الحجاج القطريين اللي راح يوصلون في الايام القادمه وايضا بننقل لكم التجهيزات اللي تقوم فيها بعثه الحج القطريه في النهايه نقول الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. نعم اللهم منا يا صباح وايضا بنقول لكم شغله. ان شاء الله يا رب داونا موجودين في هالمكان الطيب بنصور لكم كذا تقرير ان شاء الله انتم ما عليكم انتم تتابعونا وانتم مبسوطين ومرتاحين وما لكم الا طيب خاطر ان شاء الله, إن شاء الله. الله يحفظهم ويتقبل منهم ويرجعون بالسلامة إن شاء الله أكيد تكون لنا متابعات معاهم شبه يومية من برامج الصباح رباح وأيضا برامج تراحيب وهناك أيضا تم عقد هناك مؤتمر طبي في مقر البعثة هناك بيتكلم عن الخدمات الطبية خلينا نتابع معاكم هذا التقرير اقامت الوحده الطبيه في بعثه الحج القطريه مؤتمرا صحفيا للحديث عن اهم الاستعدادات والتجهيزات للعياده الصحيه في مقر البعثه والعيادات المتنقله في المشاعر المقدسه. بالنسبه للعيادات مجهزه باحدث الاجهزه الخاصه لاستقبال اي مريض. وهناك حالات للحالات الاسعافيه وحالات العزل متوفره في مقر البعثه هنا في مكه. وعندنا احنا طابقين، طابق سفلي لاستقبال كل الحالات المرضيه، والحالات الصعبه اللي تحتاج عزل هناك غرف خاصه للعزل في تقريبا ثلاث اسره رجال وسرير نساء. وهناك تنويم ايضا في ممكن نقول عنها طابق الاسعاف، وهناك صيدليه توفر الادويه بمختلف انواعها لجميع الحجاج بالنسبه لمكه او للحملات كلها. الدليل الصحي هذا يعطيك ارشادات صحيه من قبل ما تسافر الحج الى انك توصل على الاراضي المقدسه الى ان تغادر الى بيتك. فكل هذه حتكون في دليل الحاج الصحي مثلا قبل ما يسافر انه يتاكد من اخذ التطعيمات زائد اللياقه البدنيه يراجع طبيبه اذا كان عنده حالات مزمنه كل الامور هذه قبل الحج اثناء الحج او اثناء المناسك لازم الوقايه من ضربات الشمس الوقاية من الأكل الفاسد أو الغير صالح كل الأمور هذه في داخل مكة وتحصلها الحاج في دليل الحاج الصحي الجدير بالذكر أن الوحدة الطبية تقوم بتشكيل فريق طبي متكامل مزود بالأدوية وأحدث المعدات الطبية وسيارات الإسعاف لمرافقة بعثة الحج القطرية من أجل العناية بالحجاج من دولة قطر إلى بيت الله الحرام وهذه كانت بعض الأخبار مبدئيا عن البعثة الإلكترية في الأراضي المقدسة نحن نتابع معاكم أخبار الجرائد الصادرة صباح اليوم أولى الأخبار معنا في جريدة الراية وفي محلياتها صاحب السمو يصادق على قرار لمجلس الوزراء بسريان قانون التقاعد والمعاشات على العاملين بعدد من الجهات، والجهات هي ست جهات؛ شركة ريان لإدارة المشاريع والشركات التابعة لها، مجموعة قمرة والشركات التابعة لها، مركز الإنماء الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر القطري، المكتب العربي للشؤون الهندسية، مؤسسة الرابطة القطرية للاعبين. ايضا في محليات جريده الرايه اكتمال تطوير المنطقه السكنيه في القطيفيه بتكلفه بلغت 60 مليون ريال الانتهاء من شبكه الاناره بالكامل في سبتمبر المقبل واستحداث طرق دائمه بطول 4.5 كيلومتر بدلا من الطرق المؤقته ما زلنا في جريده الرايه وفي كتارا كتارا ملتقى الثقافه وجسر للتواصل بين الشعوب الدكتور خالد الصليطي المدير العام لمؤسسة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة شارك في المؤتمر العلمي الخامس للجمعية الجغرافية الخليجية طبعا عرضين بعض الصور الجمعية الجغرافية ترحب بدعوة الصليطي لعقد مؤتمرها القادم في كتارة المؤتمر يهدف لإبراز المقومات الجغرافية للسياحة في دول الخليج والى جريدة العرب واولى العناوين فيها اعتماد تشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة بقرار من وزير التعليم هدف لجنة تبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة وتعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية. زلنا في جريدة العرب والخدمات الطبية عالية المستوى لحجاج قطر في الأراضي المقدسة آليات جديدة للتعامل مع كل الحالات وبعض العناوين الفرعية في هذا الخبر توفير أدوية تكفي لقرابة 3000 حاج تفاديا لأي إشكالية عيادة طبية في منى وهذه العيادة تعمل على مدار 24 ساعة حتى نهاية أيام التشريق الوحدة الطبية تبدأ عملها السبت المقبل بعد استيفاء التصاريح تعاقد مع مستشفيات خاصة الأعلى كفاءة في مكة المكرمة وحقيبة إسعافية أولية وهدايا مقدمة من الأوقاف توزع على الحجاج. الله يتقبل منهم إن شاء الله ويرجعهم سالمين. وأيضاً في جريدة العرب الهلال الأحمر، لا مش هذا الخبر، الخبر الثاني. بدأ التسجيل ببرنامج الدبلوم المرشد النفسي المجتمعي بعد نجاح دورته الأولى. دعت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك المهتمين بالدراسات النفسية والمجتمعية إلى المبادرة بالتسجيل في الدورة الثانية لدبلوم الإرشاد النفسي المجتمعي والمتوقع إطلاقها في شهر أكتوبر، بعض العناوين أيضا الفرعية في هذا الخبر اختيار طلبة طلبة هذا الدبلوم بعناية فائقة واجتياز اختبار المستوى، البرنامج سيمزج بين النظريات الغربية والمهارة والعلاقات وعلاقتهما بالبيئة والثقافة القطرية طبعا أكيد الجدير بذكر أن هذا الدبلوم مميز والوحيد من نوعه في قطر وهذه دورتها الثانية وأكيد هذه دعوة اللي حاب يشارك فيه إلى جريدة الوطن أولى الأخبار فيها كلية حمد بن خليفة تبتكر تطبيقا لذوي الإعاقة يمكن من الكتابة بيد واحدة اسم هذا التطبيق برايل آيل آآ برايل آآ آيز أو آي سوري عفوا تقدرون تعرفون عن أكثر طبعا متوفر لي للهواتف الذكية بعض أو جزء من هذا الخبر يتوفر هذا التطبيق برنامج تدريب دقيق يوضح للمستخدمين طريقة استخ... استعماله خطوة بخطوة مقدمات إرشادية يسهل يسهل تعلمها وتطبيقها يوفر خاصية القراءة الصوتية أيضا يمكن المستخدمين الذين لا يعتمدون على الشاشة استخدامه بسهولة مطلقة جميل جدا أيضا في جريدة الوطن اعتماد ستة آلاف وستمائة وثلاثة وثمانين شارعا بمختلف مناطق الدولة منذ بداية العام الجاري اقتصادي جريدة الوطن واحد فاصلة واحد مليار مليار تداولات عقارية خلال الأسبوع الماضي ومع أخبار العودة للمدارس في محليات جريدة الشرق إطلاق حملة العودة للمدارس 15 سبتمبر ولمدة عشر أيام تقام فعالياتها بمجمعي دار السلام وقلف مول تطلق الوزارة وزارة التعليم والتعليم العالي لهذا العام طبعا نفس ما قلنا بتبدأ في 15 سبتمبر تهدف هذه الحملة لتهيئة الطلاب نفسيا ومعنويا للعام الدراسي الجديد الله يوفقهم إن شاء الله والحين مع أيضا محليات جريدة الشرق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توعي حجاج بيت الله الحرام عبر موقع إسلام ويب لتثقيف الحجاج بتأدية المناسك أيضا في الأخبار الاقتصادية في جلدة الشرق مؤشر البورصة يواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ارتفاع قيمة التداولات إلى 312.7 مليون ريال عودة المستثمر المحلي من العطلة ستدعم حركة المؤشر والمميزات، المميزات الداخلية لبورصة قطر كفيلة بتحقيق المكاسب. إلى جريدة لوسيل وعبد العزيز بن ناصر الخليفة، رئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في هذا الحوار الصحفي مع جريدة لوسيل. الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستثر ب 10% من ميزانية الدولة وخطط لبناء قطاع خاص قوي بدعم من الدولة. آخر اخبارنا في جريده لوسيل ناقشت التشريعات والقوانين التي تحد من ازدياد المركبات الخطط او التخطيط الاستر... الاستراتيجي تنظم حلقه نقاشيه حول الوضع المروري طبعا كانت برعايه من الوزارة الداخليه هذا كانت اخبارنا المختاره لهذا اليوم في جرايدنا الصادره صباح اليوم فاصل قصير ومتابع معاكم، باقي مواضيع الصباح الواحد ما تروحوا رجعنا لكم مشاهدينا واليوم بنتناول العديد من الجوانب التي تخص الحاج ولكن الان الحاج المصاب بالسكري واللي في ومجال الرعايه الصحيه الجمعيه الجمعيه القطريه للسكري كانت هذه من اهم اولوياتها واللي الحين بنتعرف على تفاصيل اكثر عنها مع زميل محمد الشهراني اللي متواجد هناك وصبحك الله بالخير يا محمد <applause> يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين صبحكم الله بالخير متواجدين اليوم في الجمعيه القطريه للسكري عظم مؤسسه قطر، طبعا الجمعيه خلال الاسابيع اللي طافت سوت عمليه برامج توعويه ايضا شامله لمرضى السكري وخاصه اللي رايحين للحج باذن الله، طبعا راح نتعرف على هذه البرامج التوعويه مع الدكتور عبد الله الحمق مدير الجمعيه المدير التنفيذي للجمعيه القطريه للسكري يا هلا ومرحبا فيك دكتور صبحك الله بالخير الله من العافيه حياك الله الله يعطيك نعم الله يعطيك العافيه دكتور في البدايه ليه تحدثنا اكثر عن اهداف الجمعيه القطريه للسكري طبعا هو هو هذا البرنامج الجميع السكري بمسقط دائما في كل سنه تقيم هذا البرنامج، البرنامج مهم جدا خاصه للمرضى المصابين بالسكري ولينون تاديه شعيره الحج. فطبعا هو التوعية مهمة جدا لأن خاصة لا يتعرضون الاخوان المصابين بالسكري في في الحج اثناء تاديه الحج لاي اعراض سواء كان ارتفاع السكري او انخفاض في السكري. طبعا هناك بعض التحذيرات لابد يعني والتوعيه بعده بعده يعني بعده مراحل دائما فطبعا هناك ما قبل الذهاب الى الى الحج فطبعا المريض لابد ان يزور الطبيب المعالج ويبدا بالاهتمام في قضيه ان نسبه السكر في تكون تقريبا قريبه من قريبه من المعدل الطبيعي هذا مهم جدا قبل السفر يعني يعني يحاول ان يكون معدل السكري ضمن الحدود الطبيعيه للسكر في الدم الثاني هناك في بعض الأشياء لابد أن المصاب بالسكري اللي ينوي الحج أنه يعني يتم مثلا على سبيل المثال أنه يعني يكون عنده أدوية كافية مهمة جدا يعني لأنه بيحتاج إلى سواء كان إنسولين أو أدوية الأشياء الثانية لابد من... على سبيل المثال يكون مثلا عنده دلاغات او حتى يعني لانه يعني ما يحاول انه يمشي نكحافي يحاول ايضا في اثناء الحج انه لا يتعرض لاشعه الشمس المباشره يحاول دائما انه إن يتفادى اشعه الشمس المباشره الشيء الثاني ايضا انه انه يحاول ايضا انه انه يعني يلتزم بالاغذيه الصحيه، ثانيا شرب المياه ضروري جدا حتى لا يصاب بالجفاف وبالتالي قد يتعرض الى 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 الى, إلى حدوث الانخفاض في سك الدم. طبعا نحن دائما خلالها طبعا هذه بتكون خلال التوعيه عندنا في الدوحه. طبعا البعثة القطر البعثة بعثة قطر للحج حقيقة تقوم بمهام حقيقة تشكر عليه وخصوصا البعثة الطبية هناك في في الحج طبعا دائما نحن نطلب من الاخوان الحجاج المصابين بالسكر انه ايضا لابد من مراجعة البعثة الطبية الموجودة في بعثة الحج القطرية لان هناك ايضا عندهم يعني الاطباء الموجودين المريض عندهم خبرات طويلة متراكمة خلال السنوات السابقة في كيفية تقديم الخدمات الطبية في 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 مكة المكرمة ان شاء الله الله يعطيكم الله العافيه رب دكتور لو بنتطرق للاشياء اللي سويتها او مع بعثه الحج قبل سفر الحجاج هل صار في ارشادات وياهم تعاون هو طبعا احنا في العاده اول ما نبدا نبدا اول مخاطبه اداره البعثه القطريه في وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه بيعطانا باسماء الناس المصابين بالسكري بعد ما اعطانا القائمه هذه نحن نبدا الاتصال فيهم على اساس نقول لهم انه عندنا هنا في الجمعيه دورات توعويه لهم فياتون هنا طبعا نحن نحاول ايضا انه انه يعني زي ملاحظ انه نسوي نوع من من المعرض اللي لهم يعني بحيث انه يعني ندعو الشركات اللي تقدم بعض المنتجات اللي تساعدهم في في يعني يعني في 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 الاراضي المقدسه هناك يعني مثلا انه بعض سواء كان مثلا بعض الاجهزه اللي تتعلق بقياس نسبه السكر اذا كان هو يستخدم بعض مثلا الان الاجهزه الحديثه اللي هو قضيه استخدام استخدام مثلا النوع اللي هو دون الوخز اللي هو الجهاز اللي عن طريق المسح مثلا استخدام مثلا شنطة الأنسولين أيضا ونحاول أنه بالتعاون مع هذه الشركات على أساس أنه يعطون أسعار خاصة للمصابين بحيث أنهم يعني عندهم القدرة على أساس أنهم يعني يعني يقتنون هذه الأشياء أو يشترون هذه الأشياء بسعر مناسب خاصة في هذه الفترة بالذات شيء جميل جدا دكتور لو بنتطرق أيضا للحالات اللي يكون عندهم سكري نعم. لو كانوا رايحين الحج نعم. هل بعد انتهاء الحج يرجعون عادي ولا في الحج لازم يكون في ضغط من ناحيه الابر والانسولين وغيره طبعا هو هو هناك هو خلال الفتره هناك طبعا قبل السفر بيكون قابل الطبيب المعالج اخذ بعض التعليمات الخاصه بقضيه الانسولين بقضيه الادويه الشيء الثاني طبعا بعد العوده ايضا يحاول ايضا يزور الطبيب المعالج يشوف اذا كان لا زال نسبه السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعيه اذا كان ما هي ضمن الحدود الطبيعيه لابد انه يراجع الطبيب حساس انه يبدا بالمعالجه على اساس انه يحاول يعيد نسبه نسبه السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعيه وهذا لا يعني دائما ننصح إنه إنه إنه, انه 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 زياره الطبيب قبل السفر وايضا بعد العوده من من الحج ان شاء الله. باذن الله يتقبل منهم يا رب. دكتور ختام النصائح توجهها لحجاج هذه السنه ان شاء الله. طبعا احنا نقول لهم يعني من الضروري مراجعه الطبيب، هذا مهم جدا. ايضا بحدوث اي في حال حدوث اي انتكاسه سواء كان ظهور اعراض الانخفاض او لابد من مراجعه الطبيب في البعثه البعثه الطبيه للبعثه قطر للحج ضروري يعني ما يحاول انه يعقد يعالج نفسه او شيء لا لأن لان هناك حقيقه الظروف طبعا في بعض الاشياء ايضا ضروري جدا انه بالنسبه للحجاج المصابين السكري يتجنبون الزحمه في حال وجود زحمة لازم استخدام الكمامات حتى لا يصابون بالأمراض المعدية لأن دائما الإخوان المصابين بالسكر يكون عرضة للإصابة بالأمراض لأن مناعتهم تكون أقل من غيرهم فبالتالي استخدام الكمامات ضروري في حالة الزحمة وإذا لقى زحمة يحاول يتحاشى الزحمات الموجودة ما في شك إنه يعني يمكن هم من خلال التجارب السابقة إنه في دائما يكون هناك في زحمة في الحج فيحاول يتجنبوه قدر الإمكان وإن شاء الله يعيدون ان شاء الله سالمين وتقبل الله منا ان شاء الله باذن الله الله يعطيك العافيه دكتور عبد الله وبيض الله وجهك والله يعطيكم العافيه على الجهد المبذول بارك الله فيك اخوي حمد تسلم ان شاء الله طبعا اعزائي المشاهدين نقدر نقول احنا وصلنا نهايه هذا اللقاء ونصيحه الدكتور عبد الله في الاخير كل واحد الله يشافيكم ان شاء الله ويتقبل منكم عنده مرض السكر يتجنب الزحمه واذا كان في زحمه انه يحط كمامات لان مريض السكر عرضه انه يكتسب بعض الامراض لضعف المناعه عنده الله يشاف الجميع ان شاء الله وهذا كل اللي عندنا من الجمعيه القطريه للسكري عضو مؤسسه قطر والله يعطيكم العافيه اللهم امين يعطيك العافيه محمد نشكر ضيفك الكريم وشفنا معاكم الارشادات ونصايح الصحيه الحين بنشوف معاكم نصايح من ناحيه اخرى وهي الدينيه والسنه التي يجب اتباعها وخصوصا نحن مقبلين على ايام مباركه معنا في الاستديو الأستاذة الشيخ المفتاح مسؤول علاقات محسنات في قطر الخيريه صباحك بخير بالخير استاذ حياك الله حبيبي يا هلا ومرحبا فيك حبيبتي. نورتينا و... وجودك الله يرضى حبيبتي. حبيبتي مقبلين على ايام فضيله مم. فضل ومكانه العشر ذي الحجه نعم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله مم. طبعا في حياه المسلمه يعني مواسم للطاعات هذا يعني إحنا فعلاً يعني مقبلين على أيام العشر اللي هي يعني موسم وفرصة يعني ذهبية مثل ما يقولون لاستغلالها في ما ينفع يعني هذه الأيام العشرة فيها من العبادات والطاعات اللي لا توجد في أي يوم من أيام السنة بس في هاي العشر سبحان الله فطبعاً نحرص عليها كمس كمسلمين نحاول أن نغتنم هذه الأيام العشرة بحيث أن ما نفرط فيها هي يعني مش يعني أن يمكن يكون التركيز انه هي حق الحجاج بس ولكن المقيمين يعني والحاج يعني مثل يعني حبيبنا احاديث كثيره يعني وردت يعني طبعا الله سبحانه وتعالى اقسم بها يعني يعني والفجر وليال عشر الامر الاخر قال يذكر الله في ايام معدودات لكن حبيبنا بعد قال افضل ايام الدنيا وقال يعني ما في ايام العمل فيه احب الى الله من هذه الايام العشر وقال ما في ايام افضل وازكى عند الله من الايام في العشر فيعني في الحبيب يعني خمس احاديث حتى قالوا له ولا جاهد في سبيل الله لا جاهد في سبيل الله الا رجل من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء معناته ان هذه الايام يعني بس اللي جاهد يعني لانه ضحى بروحه اما باقي الاعمال فهي هذه الايام يعني عظيمه عند الله سبحانه وتعالى ايش المفروض الواحد يستقبلها يحضر نفسه يعني حتى انه يوعي اللي حوله يعني من الان يبتدي نفسيا يعني يستعد نفسيا مثلا اذا كان بينه وبين حد عداوات اذا كان بينه بين حد خصومات اذا كان عليه شيء يعني الناس يعني يطالبونه يعني يحاول انه يفرغ نفسه في هالفتره هذه نفسيا وروحيا يبتعد عن المشاحنات يبتعد عن الغضب يبتعد عن الامور هذه ويبتدي ان شاء الله يعني ينوي ويعزم والله سبحانه وتعالى ييسر يعني الاستعانه بالله اهم شيء يعني بدون الاستعانه بالله لن يحدث امر فهو يستعين بالله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى انه يعني يعينه على اداء العبادات في هذه الايام، وطبعا يستغفر ويتوب يعني الى الله سبحانه وتعالى ويعزم على انه يعني تكون هذه يعني فرصه للتغيير حتى، تغيير في حياته يعني، قد يبتدي ان شاء الله حياه جديده، قد يترك ما مضى ويقول ان شاء الله ببتدي حياه جديده ويستمر عليه ان شاء الله باذن الله يعني الله يعينه. ان شاء الله. آم. ويعني اهميه النيه حتى يمكن في الامور البسيطه روحك للدوام يعني حتى الامور اليوميه اذا انت تكون صادق فيها النيه وانك فعلا تنوينها لوجه الله يمكن حتى في هذه يعني في هذه الايام ممكن الناس تفكر او ان احد يفكر انه هو بس عمل الخير انه شلون حتى مثلا ممكن تخلي دوامك تاخذ فيه حتى اجر. مم. وأصلا عندنا في الإسلام يعني العمل عبادة وكل حاجة يعني على النية يعني كل حاجة يعني حتى الأعمال العادية البسيطة اللي تسوينا تتحول إلى طاعة بالنية يعني مثلا تقول والله نياتنا مثلا تؤدي عملها أو تحسن مثلا تربية أبنائها أو مثلا الاهتمام ببيتها أو مثلا مساعدة الآخرين على النية يعني نما الأعمال بالنيات انما لكل امرأة منوة منو. الصدق والعزيمة يعني فيها وال... قصد يعني انه يكون لله سبحانه وتعالى صحيح. في مرضاته من شويه يمكن نشوف التقرير عن مرضى السكري نعم. يمكن الكبار في السن بشكل عام او حتى مرضى السكري ممكن يجهدون نفسهم في سبيل يعني الاجر نعم. مرات الواحد ينسى ان انا اذا جهدت نفسي حتى لو انا ادور الاجر طيب نعم. انا مسائل عن صحتي ومسائل نعم. عن جسمي فايش قد مهم ان نحن نوازن بين صحتي وبين ان نعم. العمل اللي انا اقوم فيه بالذات الحجاج سبحان الله يعني تجدين وايد يعني كبار في السن يعني ويون وفعلا يعني يتعبون سهل. يعني فطبعا مطلوب من الانسان انه يعمل العمل لكن بعد يعني الصحه مطلوبه يعني اذا كنت انا تعبان ومريضه ما اقدر ادي حتى العبادات ولا نؤديها على الوجه المطلوب فيعني كل ما كنت انا يعني مهتمه بصحتي وهي جزء يعني لبدنك عليك حقا يعني ان ربك عليك حق وان لبدنك عليك حق وان لك عليك حقا يعني قسم الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاهتمام بالبدن وبصحته بعدين المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يعني يقول فيهم لكن القوي يستطيع ان يؤدي العبادات والطاعات يعني تمام اذا نتكلم يعني عن الاضحيه في مثلا ناس نتفضل إن تفضل انها ما تجيبها انها مثلا تدفع عنها فلوس نعم. هل الاجر مثلا ممكن يفرق ولا هي الاعمال بالنيات وال... شوف يعني الاضحيه من السنن المؤكده وخاصة في حق القادرين عليها يعني فيضحون يعني اولا لرفع شعار الاسلام واقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم ويعني سنة مؤكده بعدين اطعام الفقير يعني يعني في كثير من الدول يعني مثلا يقول والله الاحسن ان تصدق بثمنه نقول لا, لا. زين نسوي هني ولا نوديه برا زين هني الحين الناس يعني يربطون بطنهم من التخمه اللحم متوفر في كل مكان وحتى باسعار يعني مناسبه أنا في لكن برا يعني ينتظرون يعني هالموسم إنما ياكلون اللحم يموتون من الجوع فاي اولى يعني حتى فقه الاولويات اي اولى ان اكل الناس اللي يموتون من الجوع ولا اللي الناس موجود عندهم يعني الافضل ان انا للدول الفقيره يعني حتى في الدوحة الأضحية بكم بتكون 1000 1000 وشي هناك بتكون 300 300 شيء مثلا في قطر الخيرية 400 400 خمسة يعني ممكن تسوي له أضحيتين حتى هناك يعني فيعني أنا يعني بالنسبة لي أنا يعني أنا أشوف أنه يعني من فقه الأولويات أن أن الإنسان يفكر في الآخرين يعني مش في نفسي صحيح أنه من السنة أن تذبح يعني هني وياكل الإنسان طيب إذا نفس المبلغ اللي كان هني بنفس المبلغ مثلا لو كان ثلاث أضحيات برا يعني هي هي ضحيه واحده بس للمسلمين، لكن مثلا اقول والله انا بضحي مثلا اذا مثلا هو مو بواجب علي شكل مثلا اقول والله بسوي عن ابوي، بسوي عن ان شاء الله صدقه عنهم، وفي نفس الوقت تقول والله انا قصدي ان انا اكل اكبر عدد ممكن من الناس، مثلا اخذ اخذ مثلا خروف ولا اخذ بقره، اقول والله البقره افضل يعني قد تختلف في السعر تكون اكثر، لكن بقره قد يعني يأكلون منها عدد أكبر يعني أنا أفكر في, في الآخرين وأفكر أن المسلمين يموتون من الجوع في العالم يقولون يعني ورق الشجر يعني يأكلون كلاب يأكلون قطط يعني ما خلوا شيء ما كلوا فالأفضل أن أنا بعد أنفع المسلمين يعني خير صحيح. الناس أنفعهم للناس يعني. صحيح طيب فرحة العيد يمكن أكثر من يفرح في العيد أكيد هو عيد الحجاج مم. الصغار مم. شلون ممكن نربط نعلق عيالنا ب... الامور الـ يعني نعرفهم اكثر عن الحج المدارس مو مقصره طبعا في هذه الناحيه يعني. بس دورنا احنا كاهل فكره ان نربط بس فرحه العيد بالتقرب الى الله الى الله وان الواحد يعرف مثلا اكثر عن الحج وانه ليش رايحين هناك وانه حتى لو يشغلون تلفزيون انه شلون نخلي عيالنا يعني احنا نقرب منهم ونعرفهم على أه ما شاء حربي. الله عن وزاره الاوقاف ما قصرت وبعدين المدارس فعلا يعني في وقت الحج يعني ما شاء الله ما يقصرون يعني في بعض الاحيان حتى يسوون مجسمات الحج كلها سهل. ويعني والاطفال يعني ما شاء الله انا على طول علي المدارس ايه يعني ما شاء الله عليهم حتى الاطفال يعني يتفاعلون معك يعني ما تصور المره يعني يمكن صف ثاني ابتدائي كان او يعني الصغار المهم المدرسه ابتدائي فمسوي لهم كل اركان الحج وسويت معاهم يعني الاركان يعني معاهم وبعدين بديت اسالهم اشوفهم يجاوبون يعني, يعني, يعني استغربت ما شاء الله عليهم يعني فعلا يعني وبعدين تحسسينهم بهالموسم العظيم وتحسسينهم بالحج وتحسسينهم ان العيد ياتي فرحه بناء عقب طاعه سهل. عقب الناس حجة وتعبوا وضحوا وتصدقوا وسووا وصلوا وصاموا يعني فعقبه الله سبحانه وتعالى يعطيهم مكافاه على فعلهم بهذا العيد مثل عيد رمضان يعني صاموا قبل الصيام مكافاه فدائما نربط الفرح عندنا عندنا عيدين في الاسلام بحيث ما نحسسهم باعياد المسلمين ومؤسسين ما شاء الله يعني لا عد لها ولا حصر فبس يعني نفرح في في هذا الامر والاطفال يتعلمون يعني لما كنت كل الممارسه وايد يعني لطيفه تخيلي لما يشوف في مدرسته كل اركان الحج ما بينساها فعلا يعني فيتعلمون الاطفال في نفس الوقت يعني المفت يعني اهم شيء بعد الحج يعني بالنسبه للحج بعد الحج يعني ليس فرض واديته وانتهى الاستمراريه على العمل الصالح الاستمراريه على بداية جديدة. ايه بدايه الايجابيه الدائمه الحركه نشر الاسلام نقل التعاليم يعني بحيث ان انا اكون شيء يعني متجدد يعني وليس فقط هو اداء فرض انما في حياتي كيف سيكون تاثير الحج يعني كل اعمال الحج اللي انا سويتها هي كلها كان لها تأ... يعني تاثير ايجابي على جوانب الحياه يعني طيب. رجم الشيطان مثلا الوقوع بعرفه والتواضع والمساواه كلها دروس يعني ياخذها المسلم في الحج لكن في نفس الوقت ان شاء الله تستمر معاه الى ما بعد الحج الى العمر كله يعني تاهيل حياته وسلوكه والجانب الروحي والجانب النفسي يعني كله يكون مستمر يعني وليس فقط فترات معينة من العمر على موضوع نشر الاسلام يمكن في ناس انها تاخذ نشر الاسلام يعني انا مثلا بروح وبنشر الاسلام يمكن سلوكك انت كمسلم نعم يعني ابسط الامور اللي مرات افكر فيها اذا انت دا مثلا داخله مكان اذا وراي احد اجنبي اذا انت فتحتي له الباب هل هذا بفكر انه شنو دينه اللي خلاه مثلا بهذا انه هو يحترمني يفتح لي الباب مم. يمكن سلوكنا في اداء ابسط الامور تعطي هذه تعطي هذا الانطباع وتخلي العالم يعرفون ويفكرون انه هو بيدخلون الاسلام ويعرفون حتى عنا اكثر شرفتنا استاذه والله لا يحرمنا وجودك وكلامك الطيب ومشاهدينا نطلع معاكم فاصل وراجعين حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا من عقب الفاصل والخوف الاجتماعي بشكل عائق امام كثير سواء في عملهم او في حياتهم الاجتماعيه شلون نتخلص من هذا الخوف تاثيره على حياتنا وهل نقدر فعلا نساعد الاشخاص اللي عندهم هذه المشكله كل هالاسئله بتجاوب عليها الاخصائيه النفسيه ورئيس وحده الخدمه النفسيه بالانابه في مؤسسه حمد الطبيه الاستاذه اميره الاسحاق يا هلا ومرحبا فيك مرحبا فيك خلود طيب ما اعرف من وين ابدا بس خلينا نتكلم اول شيء عن الموضوع الدكتور او الاخصائي النفسي ما اعتقد في زمننا الحالي في احد خالي من الامراض النفسيه في احد دائما يعني دائما بتكون عندنا مشكله بطريقه او باخرى تختلف يمكن درجتها صحيح ايش قد امن اني انا اروح له شلون انا ممكن اثق اني انا اعطي مشاكل هيك شخص ما اعرفه طبعا اولا انت قلتيها الاستشاري النفسي او الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي هذين عندهم معايير اخلاقيه يمشون فيها وقوانين يعني اولا القوانين هي تحدنا وثانيا اخلاقياتنا الانسانيه فبالتالي لما يجينا الشخص وهو محتاج مساعده او انسانيا وثانيا في اخلاقيات المهنه وهذه هي اللي تحكمنا وتحدنا فبالتالي الشخص يكون مطمن وواثق تماما انه لمن راح يجي اسرار الشخصيه راح تكون من ضمن الاولويات في الاحترام والتقدير والسريه التامه. يعني اول ما يجينا المريض انا عاده في عيادتي اول ما يجيني المريض بعد التعرف بنفسي ابلغهم قلت لهم شفتوا هذا الباب؟ كل المعلومات اللي انتم الان تعطوني اياها في هذه الغرفه لن تتعدى هذا الباب. فبالتالي هذه تعطي شويه اريحيه للمريض واحترم قراره فان هل مسموح؟ للفريق الطبي انه يتم تعريفه ببعض المعلومات اللي يعطيني اياها في احترام وفي عمليه تبادل هذه المعلومات ومع من يعني هاي شيء مهم جدا يكون متعلق بالمريض خاصه اذا كانت فيها جوانب حساسه في حياته وهاي دائما احنا نحترمه اذا يعني دائما يعني او مثلا انا كشخص طبيعي بفكر بروح عند شخص بقول ما اعرفه بقول له كل الشخصيه وهو بيستوضح منها بعض الامور فعليا هو نكون واقعين فعليا هو يعني في حاجز احنا مش قادرين نتقبله وهذه تجي هنا مهاره الفريق العلاجي اولا من خلال الطبيب النفسي والاخصائي النفسي مهاراتنا تكمن في ان احنا نعرف تماما ان اول جلسه علاجيه ما راح يكون فيها الثقه الثقه تبنى مع الوقت وهني دائما عشان كذي احنا دائما نكون على اهبه الاستعداد ودرايه تامه في كيفيه التعامل مع المريض وكسب الثقه عشان كذي من اول جلسه اول جلسه لها طابع خاص ومهم تطبع في ذهن المريض ييجي المره الجايه يعني يا او يفكر فيها يعني كون انه يفكر فيها فانا هنا كسبته هو جاء معناته محتاج صحيح. فبالتالي يفكر فيها معناته انه هو الان بادئ لمرحله اخرى جديده هنا علي انا اساعده فيها وبناء العلاقه ما بين المعالج وما بين الحاله انا ما اسميه مريض انا اسميها حاله يعني فالحاله تكون لها وقت وتعتمد اعتماد كلي على الاسلوب اللي راح اتبعه انا كمعالج نفسي. طيب دارج حاليا اذا يسمونه استشاري مش طبيب نفسي الشخص اللي ممكن اروح له اقول له والله انا مش عارفه ارتب حياتي عندي كذا 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 وهو يساعدني اللي يسمونه مدرب الحياه او الكوتش لايف طبعا انا شقد ممكن اعتمد عليهم او اثق فيهم؟ على حسب اولا تعتمدين اول شيء السي في تبعه كل شخص لما يجي له سي في هذا السي في هل هو تخصصه في العلوم الاجتماعيه الانسانيه العلوم الاجتماعيه الانسانيه هي المدخل انا اشوفها الاساسي طبعا انا مش عارفه ما عندي معلومات كافيه عن هذا الموضوع ولكن في نظري ان لما يكون الشخص متخصص في العلوم الاجتماعيه والانسانيه اقدر مع وجود دورات تدريبيه في مجالات مختلفه تساعد على صقل مهاراته كاخصائي نفسي او كاخصائي اجتماعي او مدرب حياه في التعامل مع مختلف الفئات والشرائح المجتمعيه. هو نفس الدكتور نفسي بس مرات المسمى هو اللي يريح الشخص يخليه يتجه حق مثلا الكوتش لايف. او ممكن. طيب آه كاولياء امور آه الخوف الاجتماعي اكيد آه احنا ككبار وفي كصغار آه نقدر يعني نواجهه يمكن الكنترول آه على الصغار آه كاولياء امور نقدر نوديهم. فمتى اقدر اعرف او اتوقع ان احد من عيالي عنده هالمشكله ومتى المفروض ان انا اذا ما قدرت ومو عيب انا كأم او أب اني ما اقدر اسيطر على المشكله انا اوديها حق اخصائي نفسي خلينا اول شيء نبتدي نعرف الخوف الاجتماعي الخوف الاجتماعي صنف على أساس أنه هو أحد الاضطرابات النفسية يندرج تحت القلق والمخاوف اه وهو أكثر المخاوف شيوعا بصراحة يعني هو يعتبر ثاني أكبر المخاوف انتشارا اه يعني من بين كل مئة شخص أتوقع خمسة أفراد يعانون من الخوف الاجتماعي وهو خوف يكون محدد دائما يكون محدد ببعض العوامل الاجتماعيه وتتطلب منا مهارات سلوكيه وانماط حركيه امام ولفظيه امام الاخرين دائما يكون امام الاخرين يعني لنفرض مثلا شخص طالب جامعي وهي المدرج انه محتاج انه يعمل برزنتيشن يقدم فيه عرض لمشروعه مثلا تخرجي. فنتيجه المخاوف الاجتماعيه هذه اللي عنده لا يستطيع ان يقدمها. تذكرت ان في عالم ممكن يضحون بعشر درجات او خمس درجات بس انه ما يوقف قدامنا. صحيح. مع انه يكونوا مثلا تموا معنا كورس كامل. صحيح. وهاي هي هنا يعتبر الخوف الاجتماعي اذا ظل مع الشخص ست شهور يعني احنا نعتبره له له مده معينه، اذا ظل بعد هذه المده المعينه لا يدخل الان في مرحله المرض. طيب ف... هو لازم اتكيف مع بيئه معينه على اساس اكسر هذا الحاجز ولا هو بيكون عموما دائما انه ما احب الجمهور او الناس. خلينا اول شيء بعد لازم نعرف انه يحدث هاي الخوف الاجتماعي يظهر عامه في سن المراهقه. هو من الطفوله يبتدي شويه يعني ما نلاحظه، دائما نقول لا هذا طفل مثلا انطوائي او طفل يستحي، يعني ثقافتنا العامه الدارجه تعتبره بهذا الشكل، ولكن متى يظهر هذا الملمح؟ يظهر هذا الملمح أه لما يصير عمر للا للا في فترة المراهقة عمر 15 سنة ولا 14 سنة فتبتدي هنا ملامح الانسحاب من أي موقف اجتماعي يعني فيه مجموعة ناس الحفلات أه رحلات أه مواجهة الآخرين يعني حتى ممكن لو شاف مجموعة ناس ما يقدر يمشي وسطهم يخاف ودرجة الخوف هذا تجعله أحيانا ممكن يقع أمام الآخرين فبالتالي فيصير أه محط أنظرهم في الوقوع فتتازم عند حالته بشكل اكبر يعني وتلاقينها عليه باعراض جسديه اصفرار الوجه الارتعاش عدم القدره على النظر يعني الاخر الاي كونتاكت احنا نسميها التواصل البصري رعشه وعرق تصبب عرق يعني تلاقينا جسمه كلها مبللة يعني فجاه تلاقين الثوب او تحسين فيها مبلله من نتيجه العرق خفقان في القلب سريع كانها نوبات هلع ولكن هي مش نوبات هلع لان نوبات الهلع تاتي بشكل قلق غير معرف لكن هذا هو عارف هذا الشيء يعني الشخص يكون عارف ومستبصر انه هو رح اذا وضع في هذا الموقف راح تبتدي عنده هذه العوارض تزيد نتيجة توقعاته أيضا م -م. الفكرية المعرفية أن الناس سوف تنظر إلي طيب هو يكون واعي حق هذا الموضوع؟ نعم يكون عنده وعي شلون أقدر أنا كشخص إذا أنا مصاب فيه أعالجه وإذا اللي حولي لاحظوه أنه يعالجونه طبعا للأسف دائما الأمراض الخوف تتفاقم دون رجوع الشخص إلى العلاج اللجوء إلى العلاج وهاي الشيء اللي يسبب لنا إحنا ساعات الأزمة كل ما كان التبكير والاسراع في انه يدخل برنامج العلاج كل ما كان افضل له، وعلى فكره ممكن يتكيف مع المرض، يعني كثير من الحالات اللي جاتنا وكان عندها مثلا عدم القدره على الحديث امام الاخرين، الترقيه، يعني انت عارفه في ناس موظفين دائما اللي عندهم الخوف اجتماعي تلقينهم على اخر سلم الترقيات وغير يكون يكاد يكونون غير متواجدين لانهم دائما يحبون ينسحبون من هذه المواقف. وعدم اخذ مواقف قياديه يعني تلاقيهم دائما يرفضونها رغم انهم مؤهلين لها لكن نتيجه شعورهم هم الداخلي بان ونقدهم اللاذع يعني تعرفين اذا انت هم اكثر الاشخاص يحاسبون نفسهم. نفسهم يعني لدرجه احنا نسميها احيانا جلد الذات يعني هم يجلدون ذاتهم ف ويكونون قساء على انفسهم وانتقادهم وقد تكون هي غير صحيحه يعني يتوقع أن الآخر يراه بشكل سيء وهذه النظرة تكون هي موجودة عنده في مخيلته هي ليست موجودة عند الآخر شو يقدر يعالجها إذا هو يمكن مش قادر يقول حق نفسه كلام يشجع لازم هل يقول حق أحد قريب منه على أساس أنه يتم يشجعه ويحفزه طبعاً هنا لما يكون في عنده أفراد سواء أقارب أو أصدقاء بيئة مساندة له هذا يساعد طبعا ولكن عليه دخول البرنامج العلاجي لأن البرنامج العلاجي شقين الشق الأول اللي هو الشق الدوائي والشق الثاني اللي هو يعتمد على الوحدة الخدمة النفسية والعلاج النفسي المعرفي السلوكي في التعامل معه فبالتالي ومع التدريب تدريب على الأدوار وبعض المهارات الاجتماعيه طبعا بالتدرج ياخذونها شويه ستيب باي ستيب خطوه بخطوه الى ان يصبح عنده القدره على التكيف ومواجهه المجتمع دون ظهور العوارض اللي احنا نقول عنها مثل التأتأه يعني انت تخيل انسان يتكلم معك بطلاقه في البيت وها ولكن من يجي عند المواقف الاجتماعيه يصبح عنده التأتأه التلعثم آه عدم القدره على الحديث صمت لا. ما يقدر يتكلم فيه يشعر انه الصوت ما يقدر يخرج وتلاحظين النفس هذا الشيء نعم. والنفس ينقطع طبعا هذه كلها يتم درج هذه الساعه في الخوف الاجتماعي المحدد ويتم معالجتها اذا كان محدد طبعا نعم. مثلا الخوف القاء محاضره هنا نبتدي التدريب واخذ الادوار تبادل الادوار اللي شوي يكون فيها مثل الدور المسرحي نعم. ويكون فيها الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين فيها يمكن احنا ما عندنا وقت يمكن عشان ندخل في تفاصيل اكثر بس اتوقع وصلت المعلومه حق المشاهد والمستمع ان هذه خلينا نقول حاله مرضيه مؤقته نعم. بد من علاجها. علاجها وان شاء الله لنا جلسات ثانيه استاذه الله. ميرا الاسحاق بس حبينا ننبه حق هذا الموضوع وابدا مو بعيب ان احد يكون عنده هالمشكله او نلاحظه على حد وننبهه ونساعده في حلها ومن موضوع الخوف الاجتماعي الى الفقره التكنولوجية مع حمد الفياض انتبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام ومثل ما عودناكم في فخر التكنولوجيا يكون عندنا شيء جديد، احنا موجودين في محل اي سبوت سيتي سنتر ويعطيهم العافيه صراحه على اتاحه المساحه لنا ان احنا نتفرج على المنتجات اللي موجوده عندهم والمنتجات الجميله. طبعا الكل يعرف ستار وور ويعرف هذه الشخصيه مالت ستار وور. بعد انا ودي اليوم بكون معاكم بنلعب شوي وبنتكلم عن منتجات جديده وبنتسوق من الاشياء الجميله اللي ودنا نتسوق فيها او نتكلم عنها قبل ما احنا نجرب لعبتنا هذه الساعه هذه الساعة تعتبر هاي ساعة أب وهي تعتبر من الساعات المهمة الآن على أساس أنه يكون عندنا لايف ستايل مختلف شوي نحن نتعرف على النبضات نتعرف على الضغط نتعرف على الخطوات كل هذا من خلال البريسلت أو السويرة أن هي ما تكون ساعة ومجرد معلومات داخلها ولكن هي متخصصه في أنها هي تعطينا الحسابات ان شاء الله في واحد قاعد يناديني لازم اوريكم اياه صبر يلا جاهز يلا روح روح تعرف عليهم شراكم رايكم في هذه الشخصيه الجديده عجيب يسوي حركات بعد طبعا هذه من العاب ستار وور ستار وور طبعا من الافلام اللي انشهرت وحبوها عيالنا ويمكن هذه المنتجات اللي بدات تطلع الان ونشوف بعد منتجات كفرات حق التليفون ميداليات مجسمات خاصه ولكن خليك هني برجع لك بس خلنا نكمل جولتي طبعا مثل ما قلت لكم ان ايس بوت عندهم اشياء جديده وأشياء ممتعة وأشياء تعتبر يمكن حصرية، ومن الأشياء الحصرية اللي موجودة عندهم في عندهم طاولة ساعات الأبل، ويمكن ثلاث محلات فقط في الشرق الأوسط عندهم هذه الطاولة اللي طبعا تشوف جمالية ساعات أبل، واللي أنا من أكثر عشاق ساعات أبل، وخاصة السيور والألوان اللي جابوها، هذه الطاولة اللي نحن نتكلم عليها طاولة العرض، وتعتبر هي واحدة من ثلاث طاولات موجودة في الشرق الأوسط، بالفعل تخليك تتعرف على المنتجات بشكل اكبر وان انت تاخذ فكره شو اللي موجود اللي ممكن انت تغير في الستايل، والجميل ان هني عندك ال 38 وهني عندك ال 42، يعني لا تقول لي انا ساعتي صغيره ما ما يركب عليها وانا ساعتي كبيره ما يركب. جميع الاحجام والاشكال موجوده للحجمين للساعات 38 وال 42. طيب شو الاشياء الجميله بعد اللي عندهم اللي صراحه شدتني من اول ما دخلت عندهم الباور لامب هذا ابا جورة بس مختلفه شوي يعني عندك جنب سريرك تحط فيها التليفون وتحط فيها ساعتك وبعد فيها اضاءه وشكلها مودرن وجميله وسعرها جدا مناسب يمكن احنا نتخوف بعض الاحيان من هذه المنتجات تطلع اسعارها غاليه طبعا احنا تعرفنا عن الابل تي في وجماليه الابل تي في ايش رايكم نجرب شغله هاي هاي لعب يا سلام والله غطى على الوي جميل ان ان نشوف شركه ابل بدات الان تدخل الانترتينمنت وخاصه في منتجاتها يعني الابل تي في قبل انا كنت في وجهه نظري انه أه مش مش استخدام فريندلي بالنسبه لي لان أه اوكي بشوف صوري بشوف الافلام بشوف أه فيديوهات مش محتاج ان انا اشتري لي ابل تي في على اساس ان انا احطه أه على التلفزيون ولكن الان اعتقد مع هذه التقنيه لا أه شيء جميل طبعا مثل ما قلت لكم هاي الاباجوره اللي شفتوها ممكن اذا انت مش حاب مع ليت ممكن تستخدمها بهذا الشكل بس فقط لشاحن التليفون وشاحن الساعه وهذا يوفر عليك وايرات كثيره تحطها جنبك على السرير وتكون فيها جماليه اكثر او حتى في مكتبك يعني انا انا افضل انها تكون في المكتب افضل على اساس انه نقضي اكثر اوقاتنا في المكاتب. من الاشياء الجميله بعد اللي موجوده عندهم هذه التقنيه. انت الان تبي تكتب تبي ترسم تبي مخطط تبتح... تكتب محضر اجتماع بدل ما انت تكتبه على ورق وبعدين ترد تحطه مره ثانيه على الايباد ولا على الايميل لا انت في نفس التوقيت بالبلوتوث ممكن أن انت تكتب وبعدها يكتب لك على طول دايركت على الايباد وتسوي له سيف وتطرشه بالايميل ويكون انت وفرت وقت وجهد وبطريقه تقنيه ممكن توصل للناس كلها طبعا ايس بوت من اكثر المنتجات اللي موجودين فيه والمشهوره بها هو الابل وان شاء الله بنشوف عندهم الايفون اس جي قريبا جدا فاذا حبون تتعرفون على الاس جي في عندهم ديمو ترى ممكن انتم تجون وتشوفون حجمه وتشوفون شكله شلون اذا تبون تتعرفون عليه اكثر تعرفون على المنتجات وانا انصحكم صراحه ان انتم تزورونه ايس بوت سيتي سنتر تشوفون عندهم منتجات مش فقط ابل منتجات جديده ومبتكره يمكن تخاطب جميع الاعمار من عيالنا لين اكبر واحد لان بالفعل انا في بعض المنتجات اللي عجبتني وان شاء الله يمكن نشتري من عندهم بعض الاشياء اللي ممكن تخدمنا اكثر في المكتب، في البيت، في استخدامنا للتليفونات، في استخدامنا لساعات التقنيه الجديده، طبعا هذا ما لدينا من فقره التكنولوجي ومثل ما عودناكم ان هذا هو الجديد واليوم تعمدنا ان احنا تكون فقرتنا تسويق وتكون معلومات جديدة ومنتجات جديدة على أن نلتقي معاكم في فقرة جديدة تقبلوا مني أجمل التحايا ومن فريق عمل قناة الريان فمان الله يعطيك العافية وفعلا روحت الأماكن والعرش الجديد فيها شيء والنص وكذلك وصلنا معاكم نهاية حلقتنا لليوم تشوفكم باكر في نفس الموعد مع مواضيع جديدة فمان الله